في المركز العاشر في هذا الأسبوع جاء فيلم الدراما الكوميدي Triangle of Sadness في أسبوع عرضه الثالث بمجموعة أرباح تجاوزت المليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأثرياء يجدون أنفسهم عالقين في جزيرة نائية بعد نجاتهم من غرق يختهم الفاخر. It looks paid for the tickets. Not bad, huh? That's what you do. I sell shit. وفي المركز التاسع جاء فيلم الدراما الكوميدي أمستردام في أسبوع عرضه الثالث بمجموع أرباح وصلت 13.8 مليون دولار. You don't get here without things starting a long time ago. أما في المركز الثامن فحل فيلم الدراما Don't Worry Darling في أسبوع عرضه الخامس بمجموع أرباح تجاوزت 44 مليون دولار. All of you wives. We men, we ask a lot. وفي أسبوع عرضه الثالث حل الجزء الثاني من فيلم الرعب Terrifier في المركز السابع في هذا الأسبوع بمجموع أرباح تجاوزت 5 مليون دولار. I'm telling you it was him, Ellie. Right down to the little black dot on the tip of his nose. وفي المركز السادس جاء فيلم الدراما التاريخي The Woman King في أسبوع عرضه السادس بمجموع أرباح وصلت 62.9 مليون دولار. But we have a weapon. They are not prepared for. ومتراجعا من المركز الثالث جاء فيلم الكوميديا العائلي لايل لايل كروكودايل في المركز الخامس بمجموع أرباح تجاوزت 28.7 مليون دولار بعد 3 أسابيع من عرضه في دور السينما. في المركز الرابع جاء فيلم الإثارة والرعب هالوين إنز في أسبوع عرضه الثاني بمجموع أرباح وصلت 54 مليون دولار. وفي المركز الثالث جاء فيلم الرعب سمايل في أسبوع عرضه الرابع بمجموع أرباح تجاوزت 84 مليون دولار. أسبوع عرضه الأول جاء الفيلم الرومانسي الكوميدي Ticket to Paradise في المركز الثاني في هذا الأسبوع بأرباح تجاوزت 16 مليون دولار. الفيلم من بطولة جورج كلوني وجوليا روبرتس ويحكي قصة سفر رجل وطليقته لإقناع ابنتهما من عدم تكرار نفس الخطأ الذي ارتكباه قبل 25 عاماً. Mom, Dad, this is G'day. I'm supposed to ask you G'day. You learned that to make me look bad. You don't need my help there. أما في المركز الأول في هذا الأسبوع جاء فيلم الإثارة والفانتازيا المنتظر بلاك آدم في أسبوع عرضه الأول بأرباح وصلت لـ 67 مليون دولار. الفيلم من بطولة دوين جونسون المعروف بـ The Rock وتدور الأحداث حول بطل الفيلم بلاك آدم المدعوم بقوة خارقة من الملوك القدامى والذي يعود سعياً لتحقيق العدالة في العالم بعدما تم تحريره من سجن امتد لخمسة آلاف سنة تحت الأرض. These powers are not a gift, but a curse. Born out of rage. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكية عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع من أبرزها فيلم الدراما Call Jane وفيلم الرعب Pity for the Devil. I can't hear you. No!